مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي، انا فضاء واليوم رح يكون موضوعنا بهم الامهات او اللي بيتابعوني بالاخص على السناب شات، لانهم كتير بيسالوني انه شو في انشطه نعملها لاولادنا، شو في اشياء نودي اولادنا عليها، وخاصه بما انه هلا عم نرجع رجوع تدريجي للمدارس وللاكتيفيتيز وللنشاطات هاي، فعمال هالاشياء عم تفتح. فبدي افرجيكم اليوم، خاصه كمان الناس او الامهات اللي بتابعوني من امريكا، انه شو كيف تقدروا تلاقوا اكتيفيتيز او نشاطات قريبه عليكم لاولادكم. اهم اشي حضروا كاسه الزهورات او كاسه النسكافيه او اي اشي مشروب سخن انتم بتحبوه، وتعالوا احضروا هاي الحلقه. يلا نبلش حلقتنا. الحلقة كتير مهمة لكم إذا حابين يعني تتعرفوا أو تفهموا كيف بتدوروا على نشاطات موجودة بالحي تبعكم أو بالمحيط تبعكم بكل سهولة وبكل أريحية. في كتير بنات أو في كتير إمهات ما بيعرفوا، فأنا رح أفرجيكم اليوم وإن شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو. وإذا عجبكم كمان الفيديو ياريت تكبسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وما تنسوا تخبروا أصدقائكم والناس اللي بتحبوهم عن قناتي. بما انه هذا الفيديو موجه للناس اللي بتتابعني من امريكا، في كل منطقه بارك ديستريكت او لكل حي موجود في بارك ديستريكت، هو المسؤول عن الحي اللي بنزل كل النشاطات كل الفعاليات كل الاكتيفيتيز كل شيء بخص هذا الحي اللي هم اللي انتم ساكنين فيه. فلذلك اول شيء لازم تكونوا عارفين شو اسم الحي اللي انتم ساكنين فيه او شو اسم المنطقه بشكل عام. اكيد كل الناس اللي هون موجودة بأمريكا بتعرف هذا الموضوع. في بتيجي زي مجلة بارك ديستريكت ببعت لكل الناس اللي ساكنين بهذا الحي، ببعت هاي المجلة. هاي المجلة شو فيها؟ بيكون في النشاطات تبعت هذا الحي لفصل الصيف، مثلا فصل الخريف، فصل الشتاء، بالتدريج بيكون في كالندر كاملة للفعاليات اللي رح تصير على مدار العام. هلا السنة الماضية بما انها كانت الدنيا كورونا، فيمكن اغلب الناس ما شافوا هاي المجلة او ما اهتموا فيها كتير، بس هلأ عمالها يعني بتخف هاي الموجة تبعت الكورونا، وعمالنا بنرجع تدريجيا لهاي النشاطات. فلذلك بنصحكم انكم تروحوا وتشوفوها هاي المجلة، هالبرامج تبعت الاطفال، بتدخلوا بتشوفوا البرامج لاطفالكم لاعمار الاطفال اللي انتم بتدوروا عليها. مثلا بتكون مفسرة كل التكاليف تبعت البرامج هاي. مثلا في كتير نشاطات مثلا على الاعياد تبعتهم، وفي كمان موفيز نايت، في بتقدروا تشوفوا مباريات تروحوا تحضروها او تسجلوا اولادكم فيها. في يعني العاب مثلا تايكواندو، هدول الاشياء يعني اللي الاولاد بحبوا يشاركوا فيها. فهلا كمان رح افرجيكم اياها. على اذا عندكم هاي المجله او اذا بتقدروا تروحوا على البارك ديستريكت وتجيبوها منهم بتكون افضل، لانه كل شيء مكتوب اسهل. رح افرجيكم على تكون الصوره اوضح، رح افرجيكم بالتدريج كيف الخطوات اللي تدوروا من خلالها على. طيب بالنسبة للمجلة حابة أشرح لكم شوي عن المجلة إذا يعني موجود إيديكم وحابين تفهموا شوي تفاصيل عنها. هيا بتقدروا تجيبوها زي ما قلت لكم من البارك ديستريكت، أو هم ببعتوا لكم إياها بالبريد بالميل بوكس. هيا رح أشرح لكم شوي عنها، وبعدين بعد ما نخلص شرح عنها وشو بالضبط بتلاقوا فيها رح أنتقل بآخر الفيديو لأشرح لكم عنها نفسها، بس كيف بتلاقوها على الويب سايت على الانترنت على موقع البارك ديستريكت تبعكم. يعني رح يكون اليوم في طريقتين، طريقة اليدوية اللي قدامكم ملموسة، والطريقة الثانية اللي هي على الويب سايت. اول اشي الطريقة اللي هي بتكون عندكم المجلة، طلعوا كيف شو فيها هاي المجلة او اللي هي البروشور تبع البارك ديستريكت. فيه كتير شغلات، يعني اذا بدي اقولكم كم من صفحة فيه، تقريبا خلينا اشوف، شايفين 36 صفحة، فلازم تمسكوها صفحة صفحة وتفلوها. بتبلش البرامج الموجودة فيها هنا، بعطيكم الريجستريشن انفو كيف تكون تسجلوا، وبعدين بحكي لكم شوية اشياء عن المسرح، عن شو هم بيقدموا، شو اكتيفيتيز الفتنس الرياضة، الاماكن اللي
من وين يعني تستأجروا هاي الرنتلز إذا بدكم تستأجروا قاعات فيه. هلأ بالنسبة للأعمار، في أكتيفيتيز أو نشاطات بتتقسم بهاي المجلة أو بكل بارك ديستريكت حسب الأعمار. في الفئة العمرية الصغيرة، في الفئة العمرية التادلرز، في مثلا اللي أكبر شوي اليونج، في اللي عمر 7 سنين ل10 سنين، في بعدين للمراهقين، في للأكثر من 18 سنة. فبتتقسم حسب الفئات العمرية. مثلا أول إشي خلينا نبلش بال الايفنتس. هاي هون مثلا معطينا الايفنتس اللي بدها تصير على الايام الجايه، او هون في سبيشال ايفنتس، في اول تايم فاميلي بيكنيك مثلا، بيعطينا طلعوا كل نشاط هون. هذا النشاط بيعطيني قديش لاي اعمار، وين بالضبط اللوكيشن، التاريخ، الوقت، الفيز تبعونها قديش بتدفعوا، كريسماس موفي نايت، كتير تفاصيل وأشياء بتهمكم. خلينا ننتقل للإشي اللي أنا بهمني، اللي هو البرامج تبعت الأطفال. هاي برامج الأطفال عنا إياها، هاي مثلا الفان تايم البري سكول بروجرام، تفاصيل كل البرنامج بتلاقوها هون. هلأ مثلا هون البروجرامز التانية، مثلا إذا بدكم جيم للأطفال، في حلو بيكون بيكون الجيم هذا للتادلرز، بس بيروحوا بقعدوا يلعبوا هيك بألعاب رياضية، بتكون في مشرفة ومعلمة يعني، وبعطوكم تفاصيل مثلا، بتقدروا هاي الكود تبعه مشان تسجلوا يعني تفاصيله كاملة. هلأ هون مثلا في عندكم برنامج مثلا إذا بدكم إشي اسمه جاست ثريز لأعمار 3 سنين، بقولكم شو تفاصيله، هي التكاليف تبعته مثلا، وين المكان، إمتى الأيام تبعته، من أي تاريخ لأي تاريخ، وبعطيكم كل التفاصيل شو بتفيدكم. مثلا هون السبورتس، إذا بدكم تسجلوا أولادكم بسبورتس هون مثلا، هذا البرنامج كتير حلو، ليتس جيت ميسي يعني، بياخدوهم بيصيروا الأولاد يلعبوا بالصلصال وبالألوان وهيك، إنه يوسخوا حالهم عشان يتعلموا الملمس والألوان وهيك. بعطوكم الأعمار من 2 لـ4 سنين مثلا، هون تادلر تايم، فبتلاقوا يعني كتير أشياء. هلأ هون مثلا ننتقل للفئة العمرية الأكبر شوي، اللي هي هاي الأعمار تبعتهم بتصير أكبر شوي، بتصير من 5 لـ8 سنين. ننتقل مثلا، وهي هون كل هالاكتيفيتيز، هاي النشاطات والبروجرامز لإلهم، هاي شايفين، وهدول كمان برامج لإلهم يعني، كله هذا إلهم للأعمار 5 لـ8 سنين. بعدين ننتقل شوي شوي بتصير أكبر، العمر أكبر، مثلا هون العمر بصير الأكبر شوي للتينز اللي هم بالصف السادس مثلا، المراهقين شوي بلشنا ننتقل للمراهقة. فيعني بتلاقوا فمثلا هون هي وصلنا لعند الأدلتس اللي هم اللي فوق 18 سنة، شو في أشياء لإلهم، في برامج لإلهم، شو في رحلات، هاي تريبس يعني، شايفين كل صفحة مسمينها باسم، هاي سبورتس، هاي جمباز، هاي دانس، بري سكول، يعني كل صفحة بتعطيكم اشي معين تستفيدوا من خلاله لولادكم باشي. فيعني اذا بدكم تعتمدوا عليها هاي لحالها، طلع مثلا هون بيعطوكم اشياء مثلا اوف يعني، بيعطوكم تخفيضات، فاذا بدكم تعتمدوا عليها هاي رح تلاقوا هي لحالها رح تلاقوا نشاطات يعني، بما يعني بعيدا عن الكورونا وشو الاشياء اللي تكنسلت وشو البرامج اللي تكنسلت. هلا ان شاء الله كل شيء مش رح يتكنسل. فهذه المجلة اذا بتروحوا على البارك ديستريكت تبعكم وبتجيبوها وبتشوفوا شو البرامج اللي فيها، رح تلاقوا فيها برامج يعني لا تعد ولا تحصى. المهم هاي هيك بما يتعلق بهاي المجلة، هيك شرحناها يعني بشكل ملموس وواضح. كل فترة يعني كل سمستر أو كل فصل بجيبوا واحدة جديدة أو بنزلوا واحدة جديدة للإيفنتس اللي قادمة. هلا بما يتعلق بالويب سايت، يعني اذا انت مش حابه تروحي على البارك ديستريكت وتجيبي هاي، او هم ما بعتوا لك اياها، هلا بشرح لكم كيف تقدر اونلاين بشكل بسيط يعني ومبسط، تدخلوا على الموقع وتشوفوا نفس هاي المجله موجوده، بيحطوها اونلاين ورقه ورقه بتقراوها يعني، كمان اونلاين نفس الاشي، بس يعني انا بفضل انها تكون هيك ملموسه، دائما الاشي الملموس بفيد اكثر. وبس هيك، هلا رح ننتقل للجزء الثاني، وان شاء الله تكونوا انكم استفدتوا.
اليوم مثلا احنا اغلب العرب ساكنين بمنطقة اوكلون على سبيل المثال، فاليوم انا بدي اعمل لكم المثال على البارك ديستريكت تبع منطقة اوكلون عشان اسهل عليكم. رح افرجيكم على شاشة اللابتوب عشان تكون الصورة اوضح، رح افرجيكم بالتدريج كيف الخطوات اللي تدوروا من خلالها على هاي النشاطات او هاي الاكتيفيتيز لاولادكم، وخطوة بخطوة رح نشوفها مع بعض. فيلا طيب، هلا بدي افرجيكم. رح نفتح على جوجل ونكتب يعني المكان اللي بدنا، البارك ديستريكت اللي بدنا نبحث عنه، مثلا اوكلون بارك ديستريكت، وبروح على الموقع تبع هذا البارك ديستريكت. طبعا انتو كل حدا بكبس على البارك تبعهم. هلا اول اشي انا اللي بهمني من هذا الموضوع كله البرامج او البروجرامز، لان بدي افرجيكم عليهم. فبنروح بنكبس على البروجرامز زي ما انتم شايفين، في مثلا اشياء تانية بتقدر تروح تشوفوها، في الكالندر، في الايفنتات، هاي البروجرامز. بندخل احنا على البروجرامز وبنروح على، بدي افرجيكم المجلة اللي حكيت لكم عنها، بتكون موجودة يعني محطوطة بهدول البروجرامز، هيها موجودة، بنكبس عليها. فالأحسن انتو جيبوها يعني بين ايديكم وتأملوها، بأحسن يعني بتصيروا تعلموا شو الأشياء اللي بدكم اياها. هاي فتحتها، انا بفرجيكم كل البرامج اللي بحطوها فيها. بننزل نتصفحها، هي محطوطة Spring 2021، خريف 2021، كل البرامج تبعت خريف 2021. هاي طلعوا بكونوا كاتبين save the date، في اشياء مهمة مثلا انتو بتعلموا عليها. هاي مثلا هون في اشي زي لعبة volleyball او اشي، بتسجلوها بتحطوها بتعلقوها على الثلاجة عندكم، أي شيء. بدكم تنزلوا تشوفوا شو البرامج اللي بتهمكم أو اللي انتم معنيين فيها. مثلا هون إذا بدكم الممبرشيب تسجلوا عضوية في البارك ديستريكت أو بالهذا. في هون مثلا إذا أعياد ميلاد تعملوا، كتير أشياء يعني لا تعد ولا تحصى. هاي الجيم تبعهم، في كمان سباحة، في كلاسز، في مثلا هون الأبكامينج إيفنتس أو الأشياء اللي هتصير يعني قريبا، بقولوا لكم إمتى وتواريخها وين والمكان والزمان. فيعني بتكونوا على علم وعلى دراية بكل إشي أول بأول. يعني إذا بتفقدوها منيح بتطلعوا بأشياء رهيبة. شوف هاي، في بحطوا لكم مثلا أنشطة الأطفال، هاي مثلا هون في إشي اسمه ستوري ووك للأطفال، مثلا بحطوا لكم العمر قد إيش. وكمان هان في كود، مثلا هذا الكود بتاخدوه عشان لما بدكم تسجلوا للريجستريشن. وفي عندكم امتى الزمان، امتى المكان، قديش بتدفعوا، هي هذا فري مثلا، كتير حلو يعني بتصيروا تاخدوا اولادكم عليه او تودوا اولادكم او تسجلوهم. اهم شيء انكم تاخدوا الكود عشان لما بدكم تسجلوا. هلا بفرجيكم كيف الريجستريشن او كيف التسجيل بيكون من خلال برضو اونلاين، يعني كل شيء صار هلا اونلاين عشان تعرفوا كورونا ومحدش بيروح مكاتب ولا اشي. في هون كمان هي طلعوا في أنشطة تانية، في للكلاب، في برامج مثلا لعب يوغا اشي، يعني كتير بتلاقوا اشياء لا تعد ولا تحصى. هاي اليوغا مثلا هون للاطفال، في بيعطيكم العمر، بيعطيكم هاي الكود، مثلا اكثر من كود اذا بدكم مثلا بهذا تسجلوا او بهذا، والايام والتواريخ وقديش بتدفعوا بالضبط عشان لما تسجلوا. هاي مثلا هون كمان في يوغا لاعمار تانية، مثلا هون فوق الاعمار فوق ال8 سنين، او مثلا يعني حسب قديش عمر اولادكم بتسجلوهم فيهم، بتلاقوا الكود هاي زي ما حكيت لكم، والوقت والزمان والمكان وقديش تدفعوا. يعني انتوا فقدوها براحتكم، شوفوها وتمخمخوا عليها هيك بروقان والاولاد نايمين، وشوف شو بدكم تسجلوا. هاي في اشياء الكانسلت كمان بحطوها، او الاشياء اللي تأجلت او الاشياء اللي ما صارت. هاي بدي ارجع بدي اشوف لكم كمان اشياء تانية. هلا بدي افرجيكم كيف هاي الايفنت كالندر، هاي بتشوفوها ايش في اشياء قادمة جاية. هاي مثلا هون في اشي يعني قريبا ما بعرف شو هو، بتشوفوه اذا انتم بهمكم. وهي كمان هون في البروجرام جايد، وبدي ارجع للبروجرامز عشان افرجيكم كيف التسجيل. هون في اشي اسمه ريجستريشن، نكبس عليه عشان التسجيل. بتروحوا هلا في، اي ثينك انه كل حدا بيكون بتعملوا اكاونت معين، هون بتكبسوا على الاونلاين ريجستريشن بتكبسوا عليها وبتعملوا اكاونت لكم اذا ما عندكم اكاونت. هاي يا اما بتعمل لوج ان على طول، يا اما بتعمل كرييت نيو اكونت.
إذا عندكم يعني مسجلين من قبل بتدخلوا إيميلكم والبيانات تبعتكم، إذا مش مسجلين بتعملوا أكاونت جديد، وهي في تحت كمان مثلا كيف السباحة، كيف يعني النشاطات الموجودة بال بارك ديستريكت، فأنتوا هذا فقدوه فلوه منيح، يعني بتلاقوا بلاوي أشياء، فهي طلعوا البروجرامز بتندرج تحتها كتير أشياء، في كامبس، في مخيمات، في نشاطات، في تسجيل يعني كتير أشياء، مش راح يعني مش بصدد إني أقعد أشرح لكم عنها حاليا، بس أنتوا ادخلوا وفقدوها وشوفوها، بتستفيدوا كتير يعني، إن شاء الله تكونوا إنكم استفدتوا من هذا الشرح المبسط. وبهيك رح أنهي حلقتي معكم لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقة، وإذا عجبتكم هاي الحلقة يا ريت تكبسولي لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، ويا ريت تبلغوا صحابكم وصحباتكم عن قناتي مشان تنتشر ويعني الناس تستفيد إن شاء الله. إلى اللقاء.